يعطيك العافية. الله يعافيك. مرتاحة بهالأوضة؟ ماشي الحال. هيدي الاسمة رانيا عندها قلب مثل الحجر، لا إحساس ولا عاطفة. ما قلت شي جديد، هيدي هي رانيا. ما كان لازم تحطك معنا أنا ومازن بهالأبو اللي عايشين فيه، كان لازم تشكرك وتعطيكي أحلى أوضة بهالبيت. أحلى أوضة؟ ليه؟ شو السبب؟ لو ما عم تتعبي وتشقي بالحقلي كيف بعيشوا؟ بس يا عيب الشوم، كلمة حلوة ما بتسمعي منها. مش ناطرة منها إلا تكف شر عني، وأنا بألف خير من الله. هالأوضة ما بتشكي من شي؟ بزيادة على اللي ساكنة فيها. اللي ساكنة فيها بتستاهل معاملة أحسن وأفضل لو في حق وعدالة بهالدنيا. أنت ليش هون؟ ما عندك شي تعمليه؟ كل الوجبات عملتها، بالوقت الحاضر ما في عندي شي. الوجبات ببيت جوزي ما بتخلص، طلعي حضري لي الحمام. حمام بهالوقت؟ بالوقت اللي بيعجبني، امشي. كم ست بدها تأمر بهالبيت؟ معليش سناء، حضري لي الحمام. ست حاسة حالها لازم تنضف، والنظافة لازمة وضرورية وحلوة. ماني جاي من الحقل حتى احس حالي موسخة هالقد. ما ضروري الوحدة تكون موسخة بالحقل، ما في اشياء كتيرة ما لها علاقة لا بالغبرة ولا بتراب الارض. مثلا؟ ما بعرف اضرب امثال. فعلا انك ما بتستاهلي اكثر من هالقن الدجاج اللي عم تنامي فيه. كتير مرتاحة وكتير مبسوطة وماني مزعوجة. هون بعمل حساباتي بهدوء ورواق، بعيدة عن الضجة وعجقة البيت. ما بصدق انك مرتاحة ولا بصدق انك مبسوطة، حتى البهايم ما بتضاين لحظة بهالرطوبة وهالريحة اللي طالعة من الحيطان. معك حق، البهايم رح تترك وتمشي، بس أنا قاعدة وقاعدة مبسوطة، مبسوطة كتير. إذا مزعوجة فيك تتركي وتمشي. مزعوجة منك، كل حياتي وكل عمري مزعوجة منك. أنت مثل الكابوس بحياتي وبحياة جوزي. الكابوس بلش يومي اللي غدرت بربيع، شربتيه فوق طاقته، سكرتيه حتى ضاع، وقصدتي تحبلي منه، وجبرتيه يتجوزك وياخدك. الزواج كان غصب عنه، زواج بالإكراه. انتصرت عليك، كسرتك وغلبتك حتى تبقى هالحسرة بقلبك لآخر يوم بحياتك. الحسرة إنك عايشي معه بتول من يوم زواجك، بتول من دون أي مشاعر، من دون أي أحاسيس، من دون أي لمسة منه. ربيع، ربيع، في وحدة منا لازم تترك هالبيت، أو أنا أو نسرين. إذا بقيت أنت نسرين وين بتروح؟ لعندها أهل ولا عندها قرايب؟ قلبك عليا؟ تروح على جهنم. حرام ماما، أنا كتير بحب نسرين، ليه أنت ما بتحبيها؟ يحبها شي مرض يخلصني منها. فوت على البيت، أنت ما خصك. يلا امشي تحرك. إذا ما رح تخلصني منها أنا بعرف شغلي معك ومعها. نسرين فتحت عيونها بهالبيت، صارت وحدة من هالعيلة. اليوم أخدي محل بي بالشغل، وكلنا بحاجة لها. ما بتستحي تاكل من شغل خدامة عنا؟ بستحي من الكلام اللي عم بسمعه منك. بي قبل ما يتوفى قال لها يا بنتي، نديلها يا بنتي. قبل ما يتوفى كان طيب وحنون معها. لو كان طيب وحنون ما حرمكم من الورثة. حرمنا وحرمكم معنا. كان لئيم وخبيث وانت اخبس منه. كان لئيم مع اللقمة وخبيث مع الخبزة. انا ولا مرة ندمت وزعلت لانه حرمني وحرمكم. بيتهيأ لي لو ورتك ما كنت ناوي تساعدنا. كنت ناوي ساعدكم حتى اقمن شركم،
بيوفر علي هالموقف الحرج. اليوم كشفت حالك وعريت نفسك على حقيقتك. انت مكشوفة عندي من زمان، من يوم اللي عريتي جسمك واستغليتي غريزتي. كنت شاب سكران وضايع وجبرتيني على الزواج. ما حدا ضربك على ايدك، كان فيك ترفض. نسرين اللي ضربتنا على ايدي، ما كان بدل الولد يربى من دون اهل، من دون بي ومن دون ام. هي ضاقت طعم اليتم، ما كان بدها ابني يدوقه.